تيجاني دازيز موليد ثلاثة مريت مريض بسرطان حاشاكم في القاع ديالي يعني. عندي مدة خمس سنين ودابا هادي مدة شهرين باش تهلك صافي شديت الفراش متجوج وعندي ثلاثة أبناء وساكن وأنا براني ماشي ولد قنيطرة وساكن دابا حاليا في قنيطرة أنا ولد الرشيدية عندي شهرين باش تحولت وفين تصابيت وتهلكت وكس شديت الفراش ما لقيتش تمن ناكل وأنا ما نفرش لوليداتي وغير الاخوان هما اللي جابوا لي ما نفرش وما ناكل مساكن هما اللي مقدين لي ومقبلين لي وليداتي الله يخليلهم لهم صحيحتهم تنطلب من الاخوان يتساعدوا معايا ويجي يشوفوا حالتي انا تنطلب غير تساعدوا معايا باغي نبرى لوليداتي ونرجع لهم والحاله اللي عايش فيها انا غي كاري واحد البيت دابا حاليا هي فين كاين دابا ناس تخلصوا لي الكرا غير الناس مساكن وما أنا ما عنديش خدام على كتافي نهار شديت الفراش ما لقيتش حتى الحليب لوليداتي كل ماشي الجيران والاخوان اللي لقيتهم في جنبي وانا براني مش حتى ولدي هنايا كل ما لقيتش هاد الاخوان والجيران الجيران مساكن اللي فر... اللي عطاوني من ناكل انا وليداتي ومقابليني انا وليداتي في مصروفنا وفي كرانا كراني ملاوح انا وليداتي في, في الزنقه حاليا والله يسهل عليكم الاخوان انتم ما تشوفوا الحاله حتى نهضر وما تنقدش نزيد نكمل هذا حيت طلب من الاخوان يتساعدوا معايا في الشهر هذا ويشوفوا حالتي و ما لقيت لا باش نشري الدواء ولا باش ندير العمليه ولا ندير حتى التحاليل اللي عطيني وانا جالس في الفراش حشاكم تاع خناز اللحم ديالي ولا خانز ولا تيطيح والناس والجيران المساكن مساكن هما اللي تيوكلوا ليا وليداتي مساكن يسمعوا وليداتي تيبكوا ويجوا مساكن يشوفوا شنو خصهم لقيتهم فيهم والديا وفيهم خوتي وفيهم حبابي اللي ما عنديش لقيتهم هاد الجيران مساكن عمري 27 سنه عندي ثلاثة الأبناء دابا عندي وليد سميتو أيمن عندي بنية سميتها آية وعندي هاديل وعندي المدام حاملة بخمس شهور الإحتياج ديالي هما الإخوان يشوفوا من حالتي راه ما عندي لا مال باش نداوى ولا باش ندير تحاليل ولا باش نشري دواء ولا باش تنوكل نوكل وليداتي الناس مساكن بنهارين يعني ما لقيتش ما يوكلو ليا وليداتي غير يقسوا ليا بالجوع ما لقيتش يخلص لي, لي مات الناس هادو ما خلصوا ليش الشكراية راه انا في الشارع انا ولادي تي من غدا انا الخدمه ديالي على قياس الحال خدام سربع والصحه اللي بقات لي تخدم ما بقاتش عندي تهلكت بزاف هذا أه؟ دابا معكم اخوكم زريزري عبد عاطي ساكن بالسيكتور 3 قصبة المهدية السيدة سيدي جا كل حدانا ومشي مدة شي ايامات والنهار اللي اكتشفنا بالناس السيد راه مريض وعرفناهم مريض وجينا دخلنا للمحل عندو قصدنا ودخلنا للمحل لقيناها سيدي عندو كاشة وحدة كاشة وحدة وعندو وليداتو كاشة تيتفرش النص ديالها وكيتغطى بالنص ديالها وما عندهم لا ما ياكلو ولا ما يشربو وديك الساعة نضنا حنا الجيران كلشي بدينا واحد يقول لواحد شي تيقولها لشي تا سيدي كلشي الناس جاو كلهم دخلوا شافو داك الوضعية ديال السيدة وعاد جينا له شي بريش. وعاد جينا له كواش وعاد تفارضنا وجينا له الطحين وجينا الزيت وجينا له السكر وجينا له مسكيت الدجاج باش عاد ياكل وليداته وليداته ولا الكوش كوش وح... ما كاين ما غنقول لكم اي سيد مسكين راه بواحد الوضعيه ما كنطلب من المحسنين وكنطلب من الجمعيات وما يعاونوا هذا الراجل هذا راه مريض بالكونسير راه مريض بالكونسير اخوتي لا ما يعاونوا هذا الراجل كنطلب من المحسنين وانتم ما تعاونوا هذا الراجل راه بواحد الوضعيه يعني اش غنقول لكم لا يتعالى عليها راه مريض اختي وم... وراه كريم مسكين عابيت وراه مول الدار راه ود الناس واش واحد اخر كل لاحوا الشارع ومول الدار ود الناس تا هو تزبر ود الناس وقال لهم دوك كنت من الجمعيه قال لي حنا نخلصوا الكره ديالك مول الدار مسكين قال لهم اسيدي انا نستعد من... مع هذا الراجل تيتشافى نحسبوا بحال خويا والله يرحم والديكم وكنطلب من الجمعيات وكنطلب من المحسنين وما تشوفوا تقفوا مع هذا الراجل هذا ما توقفوا معاه راه لا قلنا راه ما نقولش لكم وشكرا انا اليوم كنت واجد بالمنزل ديال السيد تيجاني اللي يلا سقط الخبر الحاله ديالو اللي اتصل بيا الاخ محمد الحواصلي رئيس جمعيه ديال الاسود رياضه وهو اللي قال لي راه واحد السيد مسكين راه مريض سرطان، وجيت اليوم نقوم بزياره ديالو في الصباح كنلقى الاخ مسكين في واحد الحاله اللي هي صعيبه وكيشهدوا بها حتى الجيران ديالو ما كيلقى ما ياكل ما كيلقى باش يتعالج عطينو تحاليل ما لقاش باش يديرهم ما عندوش تغطيه صحيه ما عندوش باش يمشي حتى لوبيطال ما يعني ما شنو نقول لكم عند الله سبحانه وتعالى هو ماشي من قنيطره ما عندوش العائله ديالو هنا في قنيطره ان شاء الله بغينا نشو عنده واحد التحاليل بغينا نديروهم ليه غدا ان شاء الله هي كتاب ولكن من بعد التحاليل عنده واحد العمليه وما عندوش باش يديرها يعني العمليه كتطلب مصاريف وعارفين نتوما هذا المرض هذا راه العلاج ديالو طويل أه الحصص شيميو الاشعه لا قدر الله ونتمنى من المحسنين يشوفوا في هذا أه في الاخ هذا عنده الزوجه ديالو أه حامله عندها خمس شهور عنده الابناء ديالو ثلاثه الوليدات صغيرين، أه كاملين كيرضعوا كيديروا ليكوش مازال صغارين نتمنى من النداء ديالنا يوصل للمحسنين جزاكم الله خيرا